كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس بنيت فوق الجلجلة، الصخرة يلي صلب عليها السيد المسيح، وسميت كنيسة القيامة نسبة لقيامة يسوع من بين الأموات. وبالعهد الإسلامي بني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جامع بالقرب من الكنيسة للدلالة على التعايش والتسامح بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. وبسنة 1187 بعد خلاف بين العائلات المسيحية حول مين مسؤول عن مفتاح الكنيسة، أشار القائد صلاح الدين الأيوبي بأنه يعطي المفتاح لعائلة مسلمة تكون هي المسؤولة عن الكنيسة، فوافق الجميع، ومن وقتها لليوم صار يشرف عليها عائلتين مسلمة وهن آل نسيبي وآل جودي. إلا أنه بقيت أبواب كنيسة القيامة مسكرة خلال 3 أيام بعد إعلان بطاركة كنائس القدس إغلاقها، والسبب